مرحبا، شلونكم؟ وعظم الله اجورنا واجوركم بهلال شهر محرم الحرام. وهي حلقه جديده من برنامج الخادم. حلقه اليوم بها خدم شباب حسينيين مواظبين على الخدمه الحسينيه بسطاء. خلينا نسمع ونشوف قصصهم وشنو هذا الاصرار اللي عندهم في خدمه سيد الشهداء. عندما نتحدث عن خدام الحسين نقول: من أين جاءوا بهذا العشق والجنون؟ كيف استطاعوا أن يملأوا قلوبهم بحب لا يغاهى وإخلاص لا يتزعزع؟ تراهم يسيرون بخطى واثقة، قلوبهم مملوءة بالإيمان، وأياديهم ممدودة بالعطاء. ترى ما الذي ينتظرهم بعد هذا العناء؟ أهو الثواب العظيم؟ أم إنها السكينة الأبدية في رحاب الحسين؟ إنهم يحملون في قلوبهم وعدا وفي أعينهم نورا لا يخمو، يسيرون على درب العطاء، لا يبتغون إلا رضوان الله وشفاعة الحسين. نعم، إنهم خدام أبي عبد الله الحسين عليه السلام. سيد جعفر، قواك الله حبيبي. بخير استاذ. حياك الله سيد منتظر. الله يحييك استاذ. شو اخبارك؟ خير ونعمه. قواك الله عمو ابو سيف. حياكم الله. شلونك؟ ميت هلا. شلون عافيتك؟ الله وشكرك. تعبان؟ عليكم ان شاء الله. كلش. تعبان؟ كلش. ليش؟ اتذكر رقية. شو تتذكر؟ رقية. رقية؟ اي. هسه خلونا نشوف سيد جعفر شنو اكثر شيء يهضمه ويحزن قلبه. انه يشوفهم بنات صغار ويمشون وياهم ابوهم بالسوق، ورقيه مطبط بالسوق ويعمل كذلك. ايه؟ صار حوار. ايه؟ بين رقيه وزينب. زين. شافت اطفال يشترن، تقلها عمه شوف ذنيك البنات اللي يمشون وياهم ابوهم. عم شوف ذنيك البنات اللي يمشن وياهن ابوهن. ايه؟ يشتري الهن تراكي وانا من عند سلبوهن. شوف ذنيك البنات اللي يمشن وياهن ابوهن. ايه؟ يشتري الهن تراكي وانا من عندي خذوهن. بس اشوف البابا قل له ملكتي حاجيهم اللي يرجعوهن. مصيبة زينب ما انسى. ما تنسى ابد ابد. السيدة زينب تقول تقول يا اخويا اليوم هاي شلون؟ شدة وحق عيناك صارت علي. شدة الشمر جاب الحبل وحيل شدت منيتك عدل وتقوم لي يا ابويا. بيم 70,000 زلمة القوث يا عباس اصيح. حرمة متعوبة وكبيرة ومن يطقني الصوت اطيح. يا حسين افزع لا خليك طايح حزامك ذبيح. سيد شنو اللي مصبرك على الحياة؟ اللي مصبرني الحسين. ها؟ والخدمة. والخدمة؟ اي والله. السؤال هنا شنو يسوي سيد جعفر بعد ما تخلص الزيارة والخدمة؟ أنا ما أرجع للبيت. والله أبد؟ أبد. أخذ لي أسبوع بكربلة. كربلة تبقى؟ أسبوع أسبوعين، لأن بنرجع للبيت أختنق 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 عبره بقلب الصير. يا ما أقدر. برأيكم شنو أمنية سيد جعفر؟ خلونا نسمعها. ما أموت. ما تموت؟ لا. ليش؟ حتى ظل اخدم الحسين. الله. اي والله. كل وقيت تخدمون الحسين؟ نعم. ماكو احلى شيء. شي دنيا والك تحتاجه؟ ما تريد؟ كل شيء ما اريد. والله العظيم. بعدك شاب سيد. كل شيء ما اريد. كل شيء ما تريد؟ كل شيء ما اريد من الدنيا، فقط خدمة الحسين وحب الحسين. والله العظيم. سيد جعفر عنده كلام
للإمام الحسين عليه السلام يحب يقوله. خلونا نعرف شنو هذا الكلام. مولاي ضمن يا عشق يا حسين شا هو العشق ينضم. الله اي ضمن يا عشق يا حسين شا هو العشق ينضم وبس حسين ويا حسين ويا غيرك فلا يرهم. الله الله هسه سيد جعفر صار جاهز انه يسمع الرساله اللي احنا محضريها له. بس هذا الهيدفون يا الخدم توحسين ابني زادكم يما ماجورين والله يعودكم. الزهرة تحاكيكم يما ماجورين والله يعودكم. إلى خادم الإمام الحسين سيد جعفر، بسم الله الرحمن الرحيم، إجاك شهر السواد، حضرت راياتك ولبست هدومك السود وفتحت صندوق أبا عبد الله وتوكلت على الله. بدت تجارتك ويا الحسين عليه السلام، ما تدريش عندك ما عندك، ولا تحسب باكر اش تاكل وعيالك شنو ياكلون، المهم عندك تكون خادم بسيط لزوار أبا عبد الله وتحيي مجالس الحسين وقراياته ويسموك خادم. ما تريد لا ابو فلان ولا اي صفه، الخادم بس هي الحكايه اللي ترد بيها روحك وتريح ضميرك، لان عائلتك الحقيقيه ام الزوار، لان ابوك هو الحسين عليه السلام وحزين ولابس اسود وتخدم كل سنه لانك مفجوع بمصيبته. ندري بيك يا سيد ونعرف شقد حزين ومكسور، لأن هذا الحزن على مصيبة الإمام الحسين هو عنوان وهوية لكل موالي شيعي حقيقي. والخادم الحقيقي ما يقول إيش قد صار عندي ولا يقول شلون راح أصرف، لأن بركات أبا عبد الله تكفي وزايد، وحياتك اللي بمشيها على هالدرب وبهاي الطريقة هي الحياة اللي ما بيها لا رياء ولا تفاخر ولا تكاثر بالأموال والأولاد والثمرات، لأن كل ما عندك من الحسين وكرامة للحسين. فهنيئا لك هذا الحب، وهنيئا لك هذه الخدمة وهذا البذل والعطاء والتفاني. وثق أنت مو وحدك أبد، لا تحتار بشي ولا تفكر بشلون ومنين، لأن إحنا وياك ومنعوف أحبابنا، وهنيئا إلنا لأن عدنا هاي الخدام والموالين ينفقون أرواحهم وأموالهم وعيالهم وعرق جبينهم حبا بالحسين، وإن شاء الله يحشركم معنا آل البيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الخدم تحسين ابني بزوجكم، اجورين يما ما اجورين والله يعودكم. الله يرحم هاي العبره سيد جعفر. الله يحفظك يا حبيبي. قاسيه رساله كانت؟ لو حركة عندك العاطفة كلش. ها كلش سيد جعفر. وماذا عن أبو فاضل؟ ما كتبت له شيء؟ فاضل اي صار حوار بين الإمام الحسين اي وأبو فاضل. زين بعد انتهاء معركة الطف عندما أخذوا الرؤوس إلى قصر يزيد لعنه الله. زين يزيد يسأل الشمر هذا رأس من وهذا رأس من وهذا رأس من، فعندما وصل إلى رأس العباس عليه السلام فقال أخبروني كيف كان قتال العباس في المعركة. الشمر يقول لقد قتلنا العباس كشربة الماء،
وإلا بجندي آخر يهز في رأسه. فقال يزيد: أيها الجندي، أخبرني كيف كان قتال العباس. فقال: هل تعطيني الأمان لأتكلم كيف كان قتال العباس؟ فقال: لك الأمان. قال له: دخل عجيبة وما تمر على البال، الطف كله اختنك شرجة وندور شمال. نعم. أبو فاضل دخل دخلة عجيبة وما تمر على البال، الطف كله اختنك شرجة وندور شمال، لو ما الله قالهم لحقة والعباس كانوا لا يضر رجال. لو ما الله قالهم لحقة والعباس كانوا لا يضر رجال. لو حاضر العباس، لو شايف العباس زينب سبية، شا حتى بالتاريخ ما قالوا مي. لو شايف العباس زينب سبية، شا حتى بالتاريخ ما قالوا مي. الغيرة بلاية كل شي وتمشي بدمه، أبو فاضل وشاش يصير لما زينب تحشمه. مو شغلة عطش من راح صوب الماي، مش هلل عالقموي قل بس كلمة وشرادت زينب سويت. شون أمورك؟ الحمد لله، شكر الله. زين؟ الحمد لله شكر. شون وضعك؟ خير ونعم. خادم للحسين؟ أتمنى أقل خدام. آه؟ وهسه؟ أقل خدامة. أقل خدامة؟ إيه بعدنا ما نوفي. أوه، جد عمرك سيدنا؟ أنا؟ إيه؟ 22 سنة. بالبداية خلونا نعرف شنو حلم سيد منتظر؟ أزور سيدة زينب. آه، ما زايرها لسه؟ حلمي ومنيتي هاي. هذا حلمك الوحيد بالحياة؟ هاي بس هاي. تزور سيدة زينب؟ هذا الباب الأخضر هاي. أويلي؟ والله. شو تقول لها؟ آه؟ شو تقول لها؟ أوصل لك تشير دبشي. بس؟ إيه. مهضوم. مهضوم؟ إيه هضيمة. زينب؟ إيه والله. آه؟ والله. ماكو شيء كاتبة للسيدة زينب؟ كاتب. مجهزة أنه تقرأ هناك؟ إيه. عد ما تزورها؟ إيه. هذا أقول بحثت في دائرة الصبر. إيه. وجدت زينب. آه الله. هاي أم الصبر يختل مخيط حلوق. إيه. بس أخوتك بطنة فرافة والمشقوق. الله. شيخة. أيه. وسم شيخة بس عليك يلوق. لو حاضر أخوك وطبتك للسوق كان سول ما متوقعين. أويلي. كان ما أخذها للسوق والله. كان ما أخذها للسوق. أبداً. 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 ما أثر بيك العقيلة زينب؟ شلون ما أثر؟ شلون؟ خذ ما معنى أحس ما أخذ منك حيز كبير. كلش. أكو غصة بقلبك. كلش. جمرة. هضمة هضمة. هضمة. أي. إحنا العرب. العرب من تنهضم أي. تبين على شكلها على وجهها على عيونها أي. أي. عظيم يعني نقعد بمجلس والقارئ إذا قال زينب انسبت ما أضل لا أطلع أويلي ما أضل يعني حتى أصدقائي وربعي يعرفوني ما أضل يعني عظيمة. من سألنا سيد منتظر من تجيب فلوس الموكب وهذا كان جوابه. اليوم إذا طلعت بي زين مش قدي مثلاً يصيرون 25 أي أنا أهل 10 حصتي 15 حصة الموكب حرام علي أخذها بقى. آه إيه هاي حالتنا يعني أنت مش يعني شراكة أنت والموكب إيه أنت والحسين إيه شراكة أنا حرام يعني إذا أخذت 1000 من 15 حرام الله إيه تنحسب حرام علي ومن يغرب محرم يعني هاي الشهرين إحنا زين هاي بعد ما تشتغلون كل شيء إيه هم بالصدفة بعالم الرؤية شفت الحسين عليه السلام لا وإذا شفته شو تقول له؟ أرد أقول له يا حسين اعذرنا حيل مقصرين. آه. إحنا ما قدمنا لك شيء بيوفى. إيه. أنت كلك عاطفة وجبت الرضيع إيه؟ بس جبيلك ما يعرف العاطفة. يا أبوي. أنت أخوك الكافل الما هز جيش. عاين على الما يرجى ونشفه. أنت تقدر تقضي كل هاي الجيوش. إيه. صدرة يمينك تساوي العاصفة. والله. هو حنين. حنين. إيه والله حنين. حنين أبو علي. حنين. هسه خلونا نشوف ردة فعل سيد منتظر بعد ما يسمع الرسالة اللي احنا مجهزيها له. تفضل سيدنا البس هذا الهيدفون. يا الخدم تحسين ابني زادكم
يما ماجورين والله يعودكم. الزهرة تحاكيكم يما ماجورين والله. إلى خادم الإمام الحسين سيد منتظر، بسم الله الرحمن الرحيم. سيد منتظر الله يساعدك ويعينك ويقدرك بعد وبعد على أن تكون نعم الخادم لسيدي ومولاي أبي عبد الله زوارة. هاي رسالة من زمن آخر وعصر آخر، بس الفكرة نفسها والحب نفسه والقضية الحسينية بعدها خالدة وتتجدد. فدتك نفسي هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبيا، وحسنا والمرتضى عليا، وذا الجناحين الشهيد الحيا. ثق لولا إرادة الله عز وجل وكرامة الإمام الحسين عليه السلام، ولولاكم أنتم كان احنا ذكرنا قل أو ربما اندثر بين بطون الكتب. أنتم الذين أحييتم ذكرنا على المنابر، وأنتم الذين حولتوا زيارة الحسين في أربعينيته إلى ثورة كبرى. أنتم الباذلين أرواحكم ودماءكم وبيوتكم وأموالكم في سبيل القضية، وعلموا تبقى الشعائر ما تموت. دماء الحسين وأصحابه هي بداية الثورة وشعلتها، لكن الثورة تسقى بالدماء وتستمر بالمثابرة وتكبر بالحب والبذل. وأنتم يا خدام الحسين بكل عصر وزمان، وأنت منهم يا سيد منتظر، فخرنا بين الأمم وراحة لنفوسنا، لأن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، وأنت بقلبك حرق على الحسين الغريب العطشان المظلوم الوحيد بكربلاء. فأنت من المؤمنين والسائرين ويانا بقافلة الحسين، ولا تستحي، لا تستحي من إعطاء القليل مرات، لأن العوز يمنعك من إعطاء الكثير، ومحبة الحسين تجمع وما تفرق. وبارك الله بيك على هذا الثبات على الحب والنهج الصادق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الخدم تحسين سيد منتظر، شنو باع من ممتلكاته البسيطة وليش؟ هذه وسيلة نقل بعتها. شنو هي؟ دراجة؟ دراجة. بعت الدراجة؟ اي. حتى شو تجيب؟ حتى جاي نوزع ريوق. بعت الدراجة عن نوزع ريوق 3 أيام. اه. اي انا الحين 3 أيام تنتهي خدمتنا. اي. اي ف عوزتوا فلوس؟ تناقشوا. قالوا يعني ما نوزع. قلت لهم لا. نوزع؟ قلت لهم انتم لا توزعوا. انا اوزع. قالوا فلوس. قلت لهم الدراجة انباعت. يا يابا. واللي اشتراها يعني موجود كان يعني معينا بالموك. قلت له ياخذها مالك. وطاك فلوسها؟ اي. قلت له روح جبت بيهن اكل ال جبت مسواق مال 3 أيام وريوق. زين. وزعناه. وزعتوه؟ وزعناه. ما شاء الله. فدوه. فدوه؟ فدوه. شو منطي؟ الله. نور الدنيا اليوم. الله يعزك ويحفظك. شو اخبارك عمي؟ الله يسلمك. مرتاح؟ نحمد الله ونشكره. شلونك ويا الحسين عليه السلام؟ والله سلام الله عليك يا ابا عبد الله الحسين. زين الحمد لله. دمعت بعدنا بالبداية. ما أقدر. هو شلون وياك؟ نعم. الحمد لله. زين الحمد لله. زين. أحس ملتشوم. أي والله ملتشوم. شنو فاقد عزيز؟ فاقد عزيز. فاقدين هو فاقدين. والله فاقدين. والحسين مثل أثريك الحسين؟ كلش. قد عمرك عم ابو سيف؟ انا عمري تقريبا مواليد 65. مواليد 65. نعم. شو وقت بلشت بالخدمه الحسينيه؟ الخدمه الحسينيه بلشت بيها يعني من سقط النظام. من سقط النظام كلش. ولحد الان؟ ولحد الان مستمر. مستمرين. ها. اي والله.
ما تمل؟ ما امل. ما تتعب؟ ابد ابد ابد. كبير حارة الدنيا ماك. تعب ما يعني جهد اذا يعني اذا حار حسبالك براد بخدمة الامام الحسين. اه اي والله براد. اي والله. حسب البداية خلونا نشوف ابو سيف شلون شايف الخدمة الحسينية. خدمة الامام الحسين اي يعني اذا ظل من تقديم الثاني يوم تقعد كأنك ما مسوي شيء. اه والله العظيم وحق الامام الحسين هاي الدرجة. هاي الدرجة. 24 يوم تقضيها بالمنفذ. 24 يوم بالمنفذ احنا ويا ما يعني نباشر بالموكب نحضر امورنا ونشتغل بالموكب وهاي وبتبدي المشاي مال الامام الحسين احنا نباشر الاخر يوم يعني كله الاخر واحد من يطلع. اه اي كم ولد عندك ابو سيف؟ انا عندي 5 وكلهم خدام الحسين. كلهم خدام الحسين؟ كلهم خدام الحسين. اه اي والله. تفديهم للحسين؟ افديهم للحسين. ابدي روحي. خاف بس كلام؟ لا ما أكو. والله العظيم. تراضي على نفسك؟ راضي الحمد لله. آه. خدمة الإمام الحسين. يسجلها إن شاء الله. وبرأيك هو راضي عليك؟ الحمد لله. آه. أي والله الحمد لله. أكو دلالات على هذا الشيء؟ إن شاء الله. عم تخاف يجيك الموت؟ ما أخاف. الموت؟ لا والله. آه. أي والله. كل من وساعته. تروح الدنيا روح الخدمة بعد هناك وين تخدم؟ بعد ربك يسجل. وهسه ابو سيف صار جاهز انه يسمع الرساله اللي احنا محضريها له. تفضل عمي البس هذا الهيدفون. يا الخدم تحسين ابني زادكم يما ماجورين والله يعودكم. نهديت ما رديت نثرت المرحبا بكل ركن بالبيت وصرت للحيل حيل وبالوفن شديت ومن عاشور جاك وعوزك يناديك ما رديت صرت للماي طاسة ماي وبدرب الهلا للزاير انطشيت لأن الكل مستغرب ويقول الحسين شنطاك من كرامة وشنطاك من هدايا وخلاك تبيع كل شي تملكه على موده وكلنا ندري العوز يقتل مثل سكينة ورقوبتك حافية. العوز يقتل بس انت قتلت العوز من بعت كل شي تملكه وعذبت بروحك وخبزة عيالك كرامة للحسين عليه السلام. وبينك وبين نفسك مرات تقول هسا أنا ياهو اللي معبرني بين هاي الوادم اللي تبذل وتنطي وتضيف وعدها المالات وتصفن شوية وترجع تجاوب نفسك أبو عبد الله يشوفني والعزوبية حتى بكلمة الهلا وصرت أبو الهلا والمرحبا ذبيت كل حملك على الكفيل واللي يذب حمله على الكافل ربح والهلا بلسان خادمهم ملح وطبعا هاي مو من عندك لان احنا اصحاب البشرة السمراء الغيرة ورثناها من ذاك اليوم اللي صرنا بيها مجانين للحسين من وقف روحي له الفداء يحشم بهل الغيرة ويقول ألا من ناصر ينصرنا ومن كلها سكتت رجع يحشم بالبيض والسمر ويقول إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم وإنت أبو الأحرار لأن الحر هو اليوف الدين بيوم الكلفة وفزعتك مثل فزعتي مسجلة بدفتر حبيب والحر وزينب مسجلة بنار الخيم والرماح وصيحات العيال أنا ناصرت الصبط بجنوني وانت ناصرت وصرت بعيوني استمر على هذا المنهج لأنك الموال الحقيقي وهنيئا لك هاي الخدمة في قافلة الشرف الحسيني. عم ابو سيف الرسالة قاسية كانت؟ ما نعوف خدمة الحسين. اه الله يستر موفق ومأجور ومسدد بالحسين عليه السلام. الله يحفظك. الله يثبت اقدامك على هذا الطريق. الله يحفظك. الله يوفقك سيد. الله يوفقك استاذ مأجور. الله يستر عليك. موفق. الله مسدد. الله يوفقك.
ثابت على هذا الطريق، طريق الإمام الحسين عليه السلام. قوة علي بن أبي طالب. الله يحفظك يا حبيبي. الله يوديك. أبو سيف العباد المأجور إن شاء الله. الله يعزك ويحفظك. الله يوفقك. رحم الله والديك. ويثبتك على هذا الطريق. الله يعزك. طريق الله الصواب. الله يسلمك. وطريق الخلود وطريق الجنة. رحم الله والديك.